مبروك على الرجاويين كاملين بهذا التتويج هذا، تتويج مستحق. عانينا يعني بعد الرجوع المنافسات عانينا بشكل كبير. الحمد لله التتويج هذا كنستحقوا عن جدارة واستحقاق، لأنه بصراحة يعني تعذبنا في تقريبا جوج المباريات، كنا دائما كنلعبوا حتى لآخر دقيقة. الحمد لله شفتوا المباريات الأخيرة تقريبا سجلنا ضد بركان في آخر دقيقة، واليوم في آخر دقيقة، واليوم اللي كان هدف أغلى لأنه هدف تتويج. لكن الحمد لله يعني كنشكر اللعابة بشكل كبير لأنهم هما اللي ساهموا في التتويج هذا بالتضحيات ديالهم اللي قدموا في جل يعني الأيام اللي خدناها مع بعض، لأنه كنا دخلنا يعني الفندق يعني لمدة شهر ونص تقريبا. الحمد لله التتويج هذا كنهديه لجميع الجماهير الرجاوية لأنهم بصراحة يستاهلوا حتى هما، رغم المعاناة اللي عانوا مؤخرا بالتخوف ديالهم على الفريق، لكن الحمد لله صراحة يعني يستاهلوا هذا اللقب هذا. وإن شاء الله نفرحوا هذ اليومين هذه إن شاء الله، ونفكروا المستقبل اللي هو الشامبيونز ليغ إن شاء الله الأسبوع المقبل. وشكرا. هشام بصراحه انا ما كناش منتبه للمباريات الاخرى بقدر ما كنفكروا بالفوز باش نفوزوا بالبطوله، لانه الفوز هو اللي كيمنحنا البطوله وهذا الشيء اللي حققنا. صحيح المباريات الاخرى عندها تاثير على المباريات، لكن الحمد لله بالانتصار ديالنا اللي هو مستحق والبطوله اللي هي مستحقه وعن جدار واستحقاق. الحمد لله. شكرا هشام.